تقريبا في فوق ال 100 بيت تقريبا محددين في البستان. طبعا هم قسموهم لمراحل، في اللي بعد ال 2017 اعتبروهم هذول ما في لهم تمديدات، تقريبا في فوق ال 17 18 بيت، يعني ما عندي احصائيه لانه في كمان بيوت لسه عم تتخالف بهذا القانون. هذا واحد منهم. في عندي انا تقريبا كمان بيتين عليهم اوامر هدم، في عندنا المحل هذا كمان في المحاكم، في عندنا كمان بيت بالمحاكم تحت. بالنهايه هم هدفهم منهم يخرجونا كليتنا، يعني مش واحد ولا اثنين ولا 15. يعني هذه قمه الوقاحه منهم انه يجي يقول لي هب بيتك بايدك، يعني ان لم تستحي فافعل ما شئت، بدك تهد انت هد لي مش انا هد بايدي. هذا ظلم إنا جبروت عمالهم بيسووا فيه، يعني ذل إنا، فانا برفض هذا الظلم وبرفض. انا امبارح كتبتها، يعني انا كنت متوقع، مسكت علبة البوية وكتبت هاي الكلمة، رسالة واضحة: وطني ليس عقيبة وأنا لست مسافر، أنا في هالبلد هون لن أهدم بأيدينا. وحتى لو يجوا قالوا هدموا بيتي وشو ما بدهم يدفعوا، دفعوني أنا بالنسبة لي ما راح أهدم. خم الدجاج اللي مربيين فيه الولاد تحت لو بدهم يخلفون عليه خم دجاج يقولوا لي هدوا مش راح أهدوا.